بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الدكتور محمد النعماني، أستاذ واستشاري أمراض القلب والأوعية الدموية والأسطرة القلبية بكلية الطب جامعة المنوفية. الحقيقة في سؤال مهم، وهو الأعراض الشائعة لمتلازمة قصور الشرايين التاجية الحادة. الأعراض المتعارف عليها بالنسبة لقصور الشرايين التاجية الحادة هي تقل أو ألم شديد أو وجع، أو أحيانا يحس المريض ببيرنينج سنسيشن اللي احنا بنسميه الحرقان، بيجي في منطقة وسط الصدر أو في المنطقة الشمال من الصدر، وممكن يبقى فيه جزء من هذا الألم أو الإحساس موجود في منطقة الكتف الشمال والدراع الشمال، وأحيانا المريض يحس بهذا الألم أو هذه الأعراض في منطقة الصدر كلها، وأحيانا في بعض الأحيان غير الشائعة يبقى في منطقة المعدة أو الدراع اليمين. وبيبقى الموضوع مصحوب ببعض الأعراض التانية أو العلامات زي العرق الشديد وضيق في التنفس ويمكن خلل في ضربات القلب، ودي يمكن الأعراض الشائعة بالنسبة لمتلازمة قصور الشرايين التاجية، واللي يعني بننبه المرضى دايما على الاهتمام بها ومعرفتها، لأن يترتب عليها بعد ما المريض يشعر بأي من هذه الأعراض أنه لازم يلجأ إلى الفحوصات الطبية العاجلة، وأهمها رسم القلب أو الإنزيمات الخاصة بعضلة القلب اللي بتدل أو تنفي حدوث جلطة أو احتشاء قلبية حادة. وطبعا الوصول للعلاج أو التشخيص المبكر هو الوسيلة المثلى لإنقاذ عضلة القلب، سواء عن طريق مذيبات الجلطة أو عن طريق الدعامات الشريانية.